وبسم الله على بركة الله ونبدأ أحداث المباراة. طبعا أذكر حضراتكم اللقاء الأول كان بين الطيران والأهلي أو الأهلي والطيران في منطقة القاهرة، انتهى بفوز الأهلي 105-29. وبدأ اللقاء وكرة مع النادي الأهلي، ميرال تلعبها تروح لسوريا ناحية اليمين، سوريا تسقط لفاتو، وفاتو أول نقطتين من فاتو المحترفة السنغالية في صفوف النادي الأهلي، تصبح النتيجة 2-2. الكرة مع نيرة تلعبها لرودينا، لنيرة تاني ناحية اليمين من الطيران، وداخل نيرة طلع الكرة بره لمروة، ومحاولة من مروة وتسجل نقطتين، بتلفها كده خطافية وتسجل نقطتين، تتعادل النتيجة 2-2. الكرة مع النادي الأهلي، رضوى تروح الكرة لتمارة، وتمارة بتعدي وداخلة تمارة وتصود، ما تنجحش في التسجيل، تلم الكرة بفاتو وتحصل على خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. رميتين حرتين لصالح النادي الأهلي. بتصوب الرمية الحرة الأولى ما تنجحش في التسجيل، فاتو دياني وتصوب الرمية الحرة الثانية في سن الحلقة، وتلم الكرة على طول الطيران، والكرة مع نيرة وتصويبة في سن الحلقة من فوق تروح على طول للنادي الأهلي، وهجمة سريعة مرتدة الرضوى تلعبها لتمارة لثريا وتصويبة في سن الحلقة، لسه ثريا ما سخنتش شوية كده، ونتفرج على ثلاثيات ثريا وخطأ شخصي لصالح الطيران أثناء الريباوند كده، في دفعة لصالح الطيران، الكرة هتاخد من فريدة لنيرة، بتعدي نص الملعب نيرة، تلعبها ناحية الشمال لرودينا، نيرة تاني لفريدة، وفريدة بتدور على حد تلعبها لرودينا، ورودينا بتطلع الكرة بره، ولكن بترجع لها تاني وهي واقفة على الخط، تبقى الكرة خارج الملعب أوتسايد. الكرة مع النادي الأهلي، بتعدي رضوى تلعبها الفاتو لتمارة ناحية اليمين وتصويبة، يا سلام يا تمارة، يا سلام يا تمارة، بتفتتح الثلاثيات تمارة، تمارة نادر السيد، أول ثلاثية في المباراة، تصبح النتيجة 6-2. الكرة مع الطيران، رودينا وتصويبة من رودينا ما تنجحش في التسجيل، ترجع الكرة ليها تاني وتصويبة من هنا بخيت في سن الحلقة، تلمها ثريا، وثريا بتعدي وداخلة ثريا تلعبها ناحية الشمال لمرال، ومرال بتصوب في سن الحلقة، تلمها فاتو، طلع فاتو خطأ شخصي، الكابتن الجمل بيحتسب خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين، خطأ شخصي على مروة الغنام، رميتين حرتين لفاتو ديانيه 193 سنتي فاتو، تنجح تنجحش في تسجيل الرمية الحرة الأولى، بتدخل الكرة وتخرج تاني، وبتنجح تسجيل الرمية الحرة التانية 6-2. والكرة مع نيرة، نيرة مقفول عليها من رضوى، تلعب الكرة لهنا نبيل بخيت، لفريدة كريم، وفريدة لهنا، وهنا بتحاول تسقط الكرة لكن في الزحمة تتقطع الكرة وأوت سايد على فاتو دياني. هنا نبيل تلعب الكرة في نص الملعب لرودينا، عفوا نيرة، نيرة تلعبها لمروة الغنام، قافلة عليها فاتو، وبتحاول بتباص الناحية التانية بره
لرودينا، وزمن الهجمه بينجح النادي الاهلي انه يوقف هجمه الطيران، بتنتهي زمن الهجمه والكره مع النادي الاهلي. رضوى بتعدي نص الملعب، رضوى تلعبها لفاتو، والرضوى يا سلام يا فاتو، يا سلام يا رضوى لو جت، يا سلام يا فاتو، يا سلام يا رضوى لو جت. ليه بقول يا سلام يا فاتو؟ ادتها الكوره، شايفاها جريت في مكان فاضي، طلعت على الباسكت، ولكن كان في قرار للكابتن محمد حسين الحكم الإناوي الأصيل بيحتسب رميتين حرتين. بتنجح بالتسجيل، ترفع نتيجة لـ 8-2 لصالح النادي الأهلي، والكرة مع نيرة بتعدي نص الملعب من ناحية الشمال، بتقفل عليها رضوى، بتحاول تعدي منها، طلع عليها فاتو، تلعبها في نص الملعب لمروة الغنام، مروة جاية لها فريدة كريم، بتاخد منها كرة وتصوب في سن الحلقة من جوه، ترد على طول لمرال، ومرال وسرية، وداخلة سرية، ويا سلام يا سرية، ويا سلام يا مرال. جملة جميلة جدا ما بين سرية وما بين مرال أشرف، هات وخد. بصوا حضراتكم وفوق، وبتسجل نقطتين، 10-2 للنادي الأهلي، وخطأ شخصي برمية حرة إضافية. دايما التحية بيبقى للي عمل اسيست او للي باص الكرة، لان بيبقى شايف زميله فين وبيديله الكرة في مكان كويس يقدر يسجل منه. بتسجل الرمية الحرة الاضافية مرال اشرف، ترفع النتيجة لـ 11-2. نيرة بتعدي، نيرة تلعبها لهنا بخيت، لنورهان وليد، لفريدة كريم، فريده تطلعها بره لهنا نبيل بخيت، تاني الكره لفريده، وداخله فريده والزون مفتوح، ولكن ما تنجحش في التسجيل، تلم الكره فاتو واللي رضوى، ومحاوله كده يمكن فعلا بيقطع الكره، ولكن خطا الشخصي الكابتن خالد الجمل بيحتسب خطا الشخصي على رودينا حسام. شايف كده بيقول كابتن عمرو عاشور بيساله، بيقول له في ايه يا كابتن خالد؟ قال له هي زقها من ظهرها. هيسجلوا برميتين حرتين لان الطيران ارتكبت اكثر من 4 أخطاء شخصيه. بتنجح تسجيل الرميه الحره الاولى رضوى محمد، 12-2. وبتنجح تسجيل الرميه الحره الثانيه. واضح كده في تغيير، بيتم التغيير، بتخرج رودينا حسام وبتنزل نورهان وليد في الطيران. فريده وخطا شخصي، كرة مع الطيران، نورهان ومخالفة، وكرة للنادي الأهلي. رضوى بتعدي نص الملعب، رضوى بتطلع لها سرية، بتاخد الكرة سرية وتصويبة في سن الحلقة، لسه يا سرية، عايزين نقول يا ثلاثياتك يا سرية، والكرة مع فريدة كريم. فاطمة زهراء تلعب الكرة لنيرة، لفريدة، وفريدة داخلة وتلعبها لفاطمة زهراء، ولكن ما تلحقش تسيطر على كرتها، تخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الأهلي. رضوى لتمارا نادر، لثريا، ثريا تلعب الكوره لمرال، ومرال بتعدي، وداخله مرال، داخله مرال، وتسجل مرال، وتاخد نقطه، وتسجل نقطتين، ترفع النتيجه لـ 15-2. نيره محمد تلعبها لفريده، فريده لفاطمه الزهراء، نيره
فريده وبتسجل تصويبه متوسطه بتسجل نقطتين ترفع النتيجه لاربعه، الطيران 15 الاهلي. رضوى تلعب الكره لتماره والزون مفتوح وداخله تماره وبتوسع لنفسها وفي سن الحلقه يمكن كان الزون مفتوح من ناحيه الشمال، هي دخلت من ناحيه اليمين كانت قفل الزون. الكره مع نورهان بتصوب نيره وتخبط الكره في ايد ثريا وتخرج خارج الملعب اوت سايد لصالح الطيران. كابتن عمرو عاشور وجهازه الفني. مريم وائل وداخله مريم وتلعبها خطافيه قصيره تروح لمرال ومرال طويله تحت الباسكت لتماره ولكن خارج الملعب اوت سايد. لا دي جايده خالد يمكن نزلت في التغيير اللي فات ما شفناهاش. والكره مع نورهان. نورهان لفاطمه الزهراء وتصويبه في سن الحلقه تروح الكره للنادي الاهلي لرضوى تلعبها طويله لثريا اللي بتصوب في سن الحلقه تلم الكره على طول لاعبات الطيران. مريم وائل بتهدي الملعب تلعبها ناحيه الشمال لفاطمه، فاطمه نازله على نص الملعب تلعبها بره لهنا بخيت وتصويبه في سن الحلقه وسرع على الكره ولكن اوت سايد على النادي الاهلي. تعليمات من الكابتن طارق خيري. والكره مع هانا نبيل بخيت ولكن خطا شخصي لصالح هانا. كابتن خالد الجمل بيقول في دفعه. كابتن طارق خيري وتعليمات مستمره للاعباته. هانا تلعبها لمريم وائل لنورهان لهنا طلعها بره لفريده كريم اللي بتصوب الكره هنا بتقف بين الحلقه واللوحه هيبقى في احتكام لسهم الحيازه. طيب مين اللي خد الجامب بول كره القفز لان احنا كنا في الفتره الاولى او ما زلنا في الفتره الاولى كان النادي الاهلي، يبقى هتروح الكره بزمن 14 ثانيه للطيران. بالفعل راحت للطيران. فاطمه زهراء بتلعب الكوره لهنا نبيل لفريده وفريده بتصوب في سن الحلقه وفاتو بتحاول تلم الكوره تاخدها ميرال وباصه طويله لثريا وتحت الباسكت لوحدها وتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 17 4. بتحييها ثريا زي ما بنقول كده اللي بيعمل الباصه يمكن له 75% من الباسكت مش اللي بيسجل بس. الكرة مع نورهان تلعبها لفريدة لنورهان تاني الفريدة تحت الباسكت بتلف فريدة وتصوب ما تنجحش في التسجيل ولكن تاخد خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. رميتين حرتين لصالح الطيران. لا لا اوتسايد كانت واقفة نورهان على خط الرمية الحرة مستنية. والكرة تروح لفريدة كريم. فريدة لهنا. هنا لنورهان وداخلة نورهان وبتسقط الكرة لهنا نبيل بخيت تطلعها بره تاني لفاطمة الزهراء وتصويبة في سن الحلقة خارج الملعب اوت سايد لصالح النادي الأهلي. ثريا خرجت ميرال هنشوف نزلت مكانها مين. والكرة مع رضوى نزلت ندى نافع. ثريا وتصويبة يعني شكلها حلو يا ثريا، هي نفسها وقفت يعني كنا هنقول خلاص ثلاثية شكلها حلو يا ثريا. بتترد الكرة بنقطتين لهنا نبيل بخيت تروح الكرة للنادي الأهلي 17 6. فاتوا لرضوى تطلع الكرة بره لثريا وتصويبه من ثريا في سن الحلقه لسه يا ثريا. تروح الكرة لمريم وائل
مريم بتهدي ملعبها، بتعدي نص الملعب قبل الثمان ثواني، تلعبها لهنا لمريم تاني اللي بتصوب ثلاثيه ثلاثيه. مريم وائل واقفه لوحدها، صوبت سجلت، بقت النتيجه 9 الطيران 17 الاهلي. فاتوا تلعبها لندى، وندى تطلع الكره لسوريا، سوريا بتوسع لنفسها ولندى ولكن ما تنجحش في التسجيل. وهنا بتنتهي احداث الفتره الاولى بتقدم النادي الاهلي 17-9 الطيران. دقيقتين ونرجع لحضراتكم مع احداث الفتره الثانيه. الكره مع النادي الاهلي، بيكو بتعدي نص الملعب، بيكو تلعبها لفاتو ناحيه اليمين لندى، ندى الفاتو تحت الباسكت، يعني زاوية صعبة جدا موجودة فيها فاتو، بتطلع الكرة بره وتصويبة في سن الحلقة من دينا عمرو كابتن فريق النادي الأهلي. تروح الكرة لبيكو، لندى لبيكو تاني، وبيكو بتعدي، داخلة بيكو، داخلة بيكو، وبتسجل بيكو نقطتين، تصبح النتيجة 19-9. وكرة مع الطيران، مريم وائل بتلعب الكرة بره لنورهان وليد اللي بتصوب، ما بتنجحش في التسجيل، تلمها تاني مريم وائل ومحاولة ولكن خطأ شخصي هيستوجب رميتين حرتين. واضح كده ان اعمار لاعبات الطيران لسه حديثة، لسه صغيرة. طبعا خبرات لاعبات الاهلي كبيره، بتنجح في تسجيل، لا هي صوبت اتنططت الكره على الحلقه ولكن تروح الكره على طول للاهلي ندى، وبتسجل الرميه الحره الاولى بس، وما بتنجحش في تسجيل الرميه الحره الثانيه 19-10. وتصويبه من فريده وائل بتسجل نقطتين، ترفع النتيجه ل 21-10. تروح الكرة لمريم وائل ناحية الشمال لفريدة كريم، نورهان وليد تلعبها لهنا نبيل بخيت، بتعكس الملعب ولكن تتقطع الكرة، وباصة طويلة على طول لدينا عمرو، داخلة دينا وبتسجل نقطتين دينا عمرو، تصبح النتيجة 23-10. مريم وائل بتقفل عليها بيكو، بتحاول تعدي منها، تلعبها ناحية الشمال لنورهان وليد، نورهان قافلة عليها فاتو، بتدور على حد تديله، لازم تخلص من الكرة قبل الخمس ثواني لأن على طول الحكم بيحتسب الخمس ثواني إطباق على الكرة هنا في الحالة دي. تتقطع الكرة ولكن واضح في صفارة من الكابتن الجمل، كابتن خالد الجمل بيحتسب مخالفة. واستفسار حوالين الكوره من الكابتن خالد او اللاعبات، يعني بيسالوا الكابتن خالد، وفي تغيير، بتخرج فاتو، هنشوف نزل مكانها مين. ندى بتلعب، تروح الكوره لفريده وائل، تلعبها لدينا، نزلت مكانها نواشيتا، نواشيتها نزلت مكان فاتو ديانيه، بيكو لندى، تطلع الكره بره لفريده، وداخله فريده على الباسكت، تلعبها لنهى وتسجل نهى، وتاخد خطا شخصي برميه حره اضافيه. وهي طالعه كده ضربتها هنا نبيل بخيت، طبعا هي مش قصدها تضربها، هي قصدها تجيب الكره ولكن جابت دراعها في الحاله ديت، على طول بيبقى خطا شخصي. بتنجح في تسجيل الرميه الحره الاضافيه، كابتن خالد منتظر في تغيير، والكره مع الطيران، بتخرج هنا نبيل بخيت، والكره مع مريم وائل،
بتعدي مريم، بتعدي مريم وعدت من ثلاثة ولكن ما نجحتش تعدي من نوها، ومحاولة من يارا محمد اللي نزلت مكان هنا، وتصويبة تروح الكرة للنادي الأهلي. فريدة تلعبها لبيكو ولكن تلحقها قبل الأوت. بيكو بتعدي بيكو، تطلع الكرة لندى، ندى وخطفية في سن الحلقة، تاخد خطأ الشخصي على نورهان وليد، هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب ندى نافع الرمية الحرة الأولى، تنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى. وبتصوب الثانية في سن الحلقة، تروح الكرة للطيران. مريم وائل بتعدي نص الملعب، مريم مقفول عليها، تلعبها ناحية اليمين لفريدة كريم، وتصويبة من فاطمة الزهراء، ما تنجحش في التسجيل، تروح للنادي الأهلي. وهجمة سريعة والكرة مع ندى تحت الباسكت، ومحاولة لكن قصيرة، تروح الكرة على طول للطيران، وباصة فريدة تباصي لمريم وائل، تعكس الكرة لفاطمة الزهراء، وفاطمة لفريدة، وفريدة بتدور على حد تديله، تلعبها لفاطمة الزهراء، تلحقها قبل ما ترجع نص الملعب، ولسه ما لمستش الخط، يعني ما زالت في المنطقة الأمامية، وخطأ شخصي. خطأ شخصي، طب هنا لو لمست الخط كان هيبقى على طول ارجاع الكرة للمنطقة الخلفية. لكن شايفين في الصورة كابتن نيفين عقل، كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي في الجيل الذهبي والمدير الفني المصري للتأمين. والكرة تتقطع، وهجمة مرتدة، وداخلة بيكو، داخلة بيكو، وتسجل نقطتين، ترفع النتيجة 29-10. يمكن انا شايف كده في طرف الملعب كابتن نبيل بخيت قاعد بيتابع ويتفرج من الجيل الذهبي، كابتن نبيل بخيت، وهنا بقى بيتفرج، يعني قلبه يعني مقسوم اتنين مع الاهلي ومع بنته هنا نبيل بخيت بتلعب في الطيران. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن عمرو عاشور عشان يكلم لعباته ويصلح الاخطاء اللي هو شايفها ارتكبوها داخل الملعب. قبل مباراة الطيران والأهلي انتهت برضو مباراة الطيران والأهلي مرتبط، فاز فيها الأهلي 94-23، والتوفيقية وهليوبلس فاز هليوبلس في المرتبط 60-36، وفي السيدات 61-38. الشمس والجزيرة، فاز الجزيرة في المرتبط 50-36، وفي السيدات 61-44. جزيرة الورد والبنك الأهلي، فاز البنك الأهلي في المرتبط 61-36، وفي السيدات 63-47. أما الزهور وسبورتنج، فاز سبورتنج 65-42 في المرتبط، والاتحاد والصيد، فاز الصيد في المرتبط 64-51. أخيرا مدينة نصر وسموحة، فاز مدينة نصر، فازت سموحة 52-51 في المرتبط، وفي السيدات برضو فازت سموحة 58-54. كده يبقى سموحة فازت برضو بالمباراتين. انتهى الوقت المستقطع أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، واللاعبات نزلنا أرض الملعب. والكرة مع مريم، تلعبها رودينا لمريم، نوران وليد، وتصويبة في سن الحلقة، تروح الكرة للنادي الأهلي. بيكو باصة طويلة لدينا، ما تنجحش في التسجيل، تقطع الكرة يارا محمد، تلعبها لمريم وائل،
مريم تلعبها ناحيه اليمين، شات، وفي مخالفه مخالفه 3 ثواني كابتن احمد الجمل. تروح الكوره لجايده خالد، تلعبها لبيكو، بيكو بتعدي ناحيه اليمين، بتسقط الكوره لندى، تطلع الكوره بره تاني لندى تاخد، ويا سلام يا ندى، يا سلام يا ندى لو جت، شكلها حلو وفكره جميله، ولكن تروح الكوره لنورهان وليد، نورهان لرودينا، يارا لشهد احمد، وشهد تلعب الكوره ليارا، تتقطع الكوره وتاخدها بيكو، داخله على الباسكت بيكو، داخله لوحدها وداخله لوحدها وبشمالها، وبتسجل نقطتين ترفع النتيجه 31-10. تاخد تحيات زملائها وزميلاتها على البنش، وتصويبه قصيره من شهد احمد، تقطع الكوره تروح لبيكو، وباصه طويله لجايده، جايده لندى تحت الباسكت، طلعها بره تاني الفريده لندى، وتصويبه من بيكو في سن الحلقه، واوت سايد على النادي الاهلي، اوت سايد على النادي الاهلي. في تغيير، بتخرج مريم وائل وتنزل نيره محمد من الطيران. مرال نزلت والكره مع نيره، تلعبها ناحيه اليمين لشهد، تروح الكره لرودينا حسام لنيره، ونيره بتعدي بتعمل لها سكرين وتصويبه، ما بتنجحش في التسجيل، تلم الكره على طول ندى نافع، تلعبها لفريده وائل وتعدي وداخله على الباسكت، ما تنجحش في التسجيل وتقطع الكوره، ولسه الكوره في حيازه الطيران، هنشوف كام ثانيه فاضل، لا بتعدي قبل الثمان ثواني. نورهان وليد لنيره محمد، ونيره بتعدي تلعبها لنورهان، وتصويبه في سن الحلقه، تروح الكوره للنادي الاهلي، وتصويبه من جايده خالد، ثلاثيه، ايه الثلاثيه الثانيه في المباراه؟ جايده خالد، يعني عندنا ثلاثيتين في الاهلي حتى الان، تمارا السيد وجايده خالد، وثلاثيه، والكره مع الطيران. نيره مخالفه المشي بالكره، استعجلت نيره، مخالفة المشي بالكرة، يمكن اللاعب أحيانا بيفكر تفكيرين، فعشان كده بيرتكب مخالفة فجأة، عايزة تعمل سلم أو تصويبة سلمية، وفي نفس الوقت عايزة تمشي بالدريبل، فبتلاقي نفسها اتحركت. بتخرج ندى نافع، وهنشوف نزل مكانها مين. جايده، كره مع جايده، وتصويبه ثلاثيه جايده، الثلاثيه الثانيه جايده، الثلاثيه الثانيه جايده، وكره ناحيه الشمال رودينا حسام، ترجع الكره رودينا من نورهان، ودخول من نيره، طلع الكره بره لشهد، تتقطع الكرة، وخطأ شخصي لصالح الأهلي، ومرالا طلع الكرة، مرال لبيكو بتعدي تلعبها لمرال ناحية الشمال، مرال بتنزل بتعكس الملعب، وداخلة مرال، داخلة مرال، وتطلع الكرة بره، تلحقها فريدة وائل، ولكن اوتسايد الكابتن
محمد حسين بيحتسب خروج الكرة خارج الملعب. نيرة لرودينا، نيرة تاني ناحية اليمين، رودينا في نص الملعب، تعكس الملعب لشهد، شهد بتسقط الكرة لنيرة، ليارة تقطع الكرة وباصة طويلة ودخول على الباسكت من فريدة ونقطتين فريدة وائل بتنجح تسجيلهم ترفع النتيجة ل 39-10. بقول لحضراتكم دايما اللي بيعمل الباصة شايف زمايله فين هو اللي بنحييه الأول قبل اللي جاب الباسكت، طبعا لازم نحيي اللي جاب الباسكت ولكن اللي شايف الملعب وشايف زمايله هو ده الأهم، لأن بيسهل على زميله مهمته تحت الباسكت إن هو بينطلق وياخد الكرة في مكان كويس ويسجل منه نقطتين. خطأ شخصي لصالح النادي الأهلي، هيستوجب إدخال الكرة من الحد الجانبي. بيكو بيطلع الكرة لنهى لبيكو تاني. بيكو بتعدي تلعبها لميرال وداخلة ميرال وبتحاول بشمالها ولكن خطأ الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. هتصوب مرار الرميه الحره الاولى تنجح بالتسجيل 40-10. هتصوب الرميه الحره الثانيه وبتنجح في التسجيل 41-10. وكره مع الطيران وبتنتهي احداث الفتره الثانيه اعزائي المشاهدين والمتابعين امام شاشات قناه النادي الاهلي بتقدم النادي الاهلي 41-10 الطيران. استراحه قصيره على ان نعود لحضراتكم مع احداث الشوط الثاني بفترتين، انتظرونا. كان معكم معلقا دكتور وائل ابو العزم. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الاعزاء عشاء كره السله في كل مكان، مشاهدي قناه النادي الاهلي مره اخرى معلقكم الرياضي دكتور وائل ابو العزم يرحب بحضراتكم حيث يسعدني ان انقل لحضراتكم الوصف والتعليق على احداث الشوط الثاني بين الاهلي والطيران في اطار ثاني مباريات الدوره المجمعه الاولى في الدور التمهيدي للدوري المرتبط السيدات لموسم 23-24. انتهت احداث الفتره الاولى بتقدم النادي الاهلي 17-9 والفترة الثانية بتقدم الأهلي 41-10. بدأنا مع حضراتكم أحداث الفترة الثالثة والشوط الثاني ورميتين حرتين لثريا بتنجح بالتسجيل ترفع النتيجة ل 42-10. وسريعا كده أذكر حضراتكم بالفريقين بيمثل النادي الأهلي ميرال أشرف، ثريا محمد، ندى نافع، دينا عمرو، رضوى محمد، فريدة وائل، نهى شتا، تمارا نادر السيد، حبيبة محمد، بيكو، يارا أسامة، فاتو ديانيه، وجيدة خالد. والطيران بيمثله شهد أحمد، مريم وائل، جنى سيد، هنا نبيل بخيت، فريدة كريم، رودينا حسام، لوجي ربيع، فاطمة الزهراء جمال، مروة الغنام، يارا محمد، نورهان وليد، نيرة محمد فاروق. يحكم لقاء اليوم الحكم الدولي الكابتن خالد أحمد الجمل من منطقة القاهرة ومعاه الكابتن محمد حسين من منطقة إنا. على الطاولة عمر فتحي، نهاد فاروق، فرح الشافعي. الكرة مع الطيران هنا نبيل بخيت تلعب الكرة على طول لفريدة ومحاولة ولكن يقطعها لاعبات النادي الأهلي وثريا وباصة طويلة لرضوى، رضوى بترد تاني بالكرة تلعبها بره لثريا وثريا بتبتدي كده بتقول اعمل دوران واعمل روتيشن، تاخد الكرة ثريا وتصويبة ثلاثية ثريا، أول ثلاثية لثريا في المباراة. ثريا محمد أول ثلاثية، حاولت في الفترة الأولى والثانية ولكن نجحت مع بداية الفترة الثالثة. الكرة مع فريدة كريم،
وتتقطع الكوره وسوريا وداخله لوحدها خالص سوريا وتسجل نقطتين ترفع النتيجه ل 48-10. نيره فاروق من الطيران بتعدي نص الملعب تلعبها ناحيه الشمال ترجع لها تاني من رودينا لهنا نبيل بخيت طلع الكوره بره لنيره ونيره كده في دفع ولكن كابتن احمد كابتن خالد الجمل بيقول العب سوريا رايحه تكلمه ولكن خلاص عدت يا سوريا وداخله تماره وداخله تماره وخطا الشخص يستوجب رميتين حرتين. شوف التصويبه بتاعت سوريا والثلاثيه جميله الثلاثيه بتاعت سوريا. في تغيير في صفوف الطيران بتنزل فاطمة زهراء جمال وخرجت نيرة محمد بتصور تمارة بتنجح بالتسجيل وفي تغيير تاني لا موجودة نيرة يبقى مش هي اللي كان مقصود بيها التغيير الاولاني عشان كده وقف الملعب تاني. هانا نبيل تطلع الكوره بره لنيره. نيره تتقطع الكوره وهجمه سريعه للنادي الاهلي ودخول على الباسكت من ميرال وخطا الشخصي هيستوجب رميتين حرتين. من دفاع ميرال وداخله ميرال. وخطأ احتكاك بالجسم هيستوجب رميتين حرتين. بتنجح تسجيل الرمية الحرة الأولى ميرال أشرف. وبتنجح تسجيل الرمية الحرة الثانية. فكر حضراتكم كده بلقاء الأهلي والطيران في دوري المنطقة كان انتهى بفوز الأهلي 105-29. الكرة مع الطيران تتقطع الكرة ولكن تلحقها فريدة كريم. فريدة تلعبها لهنا طلعها بره لنيرة. نيرة طويلة لفريدة اللي بتصوب ما تنجحش في التسجيل تلم الكرة على طول النادي الأهلي وباصة طويلة لسوريا. يا سلام يا سوريا يا سلام يا سوريا يا سلام يا تمارة يا سلام يا سوريا. خدت الكرة سوريا ولفت الكرة كده من تحت الباسكت من تحت الديفنس لتمارة طلعت تمارة على طول سجلت نقطتين ولا أحلى ترفع النتيجة ل 53-10. تصويبة ثلاثية نيرة فاروق أول ثلاثية للطيران والكرة مع رضوى وتصويبة من رضوى في سن الحلقة تلم الكرة يارا أسامة تلعبها لسوريا ليارا ومحاولة تحت الباسكت وصراع على الكرة بينتهي بخروج الكرة أوت سايد لصالح نادي الطيران. تغيير بتنزل مريم وائل في الطيران. بصوا حركوا الباصة بصوا الباصة بصوا الباصة خدت الديفنس معاها وهي رايحة وباصت من تحتها الكرة لتمارة لعبت على طول على الباسكت سجلت نقطتين. هنا لازم اللاعب فعلا يبقى شايف زميله رايح فين وجاي منين عشان كده دايما بنقول للاعب اللي بيلعب الكوره او بيباص الكوره هو ده اللي بنحييه الاول. ليه؟ لانه شايف زميله فين وبيلعب ازاي. رضوى داخله رضوى الزون مفتوح بتقف تاني على كورتها تطلع الكوره بره ويارا تروح الكوره لميرال لرضوى وتصويبه في سن الحلقه تروح الكوره لفاطمة الزهراء من الطيران لنيرة وتصويبة من نيرة في سن الحلقة تلمها تمارة نادر. تمارة تلعبها ناحية الشمال لرضوى رضوى ليارا وتصويبة ميرال ثلاثية ثلاثية ميرال أشرف والكرة مع نيرة. نيرة ليه
مروه الغنام، ومحاوله من هنا، ومحاوله ثانيه، ولكن خطا الشخصي. شايف كابتن نبيل بخيت بيحييها كده ورا، بيهزي لها دماغه كده وهو قاعد في الركن اهو، حضراتكم شايفينه من الجيل الذهبي اللي صنعوا تاريخ كبير لكره السله سواء في مصر او النادي الاهلي، كابتن نبيل بخيت. ويمكن ارض الصاله دي زمان شهدت عظماء ونجوم كبار اتخرجوا من ارض الصاله، كان ملعب بلاط قبل الصاله دي، وكان دايما يعني بنقول صانع النجوم كابتن حنفي هيكل ربنا يديله الصحه، صانع النجوم في النادي الاهلي، صنع اجيال واجيال واجيال، 50 سنه من التدريب في النادي الاهلي، عمل اجيال كبيره قوي، حققت بطولات كتيره للنادي الاهلي والمنتخب مصر. بنحيي طبعا الكابتن حنفي هيكل ونتمنى له دوام الصحه. باسكت للنادي الاهلي 58-15، والكره مع نيره، ونيره تستحوذ على كرتها تلعبها لمريم اللي بتصوب في سن الحلقه، تلم الكره على طول تماره، وتماره تلعبها باصه طويله لرضوى، لا دي مرال، وبتسجل على طول مرال، بتسجل مرال نقطتين ترفع النتيجه ل 59-15. نيره، مريم وائل تلعب الكره لفاطمه، لنيره تاني ناحيه اليمين، ومحاولة خطافية ما تنجحش في التسجيل، تشال الكرة وداخلة تمارة، تمارة بتطلع الكرة بره لسوريا وتصويبة، ولكن خطأ شخصي على مريم وائل هيستوجب رميتين، هيستوجب ثلاث رميات حرة لسوريا. هنشوف كده ثلاث رميات فعلا، هتصوب سوريا الرمية الحرة الأولى، بتنجح في التسجيل، هتصوب الرمية الحرة الثانية بتنجح في التسجيل، هتصوب الرمية الحرة الثالثة بتنجح في التسجيل، ترفع النتيجة ل 62-15. في تغيير في صفوف الاهلي، بتنزل فاتو دياني، والكره مع نيره فاروق من الطيران، وتصويبه بعيد عن الحلقه، بتحافظ عليها كده ميرالو لحد ما تخرج خارج الملعب اوت سايد للنادي الاهلي. رضوى بتعدي نص الملعب، رضوى بتلعب، ودياني بتصوب خارج الملعب اوت سايد. اوت لصالح الطيران، هتطلع الكره نورهان وليد، مريم وائل بتعدي من ناحيه اليمين، مريم تلعبها لفاطمه زهراء، فاطمه لفريده كريم، وفريده بتحاول تعدي، طلع الكره بره لهنا نبيل بخيت، تاني بره الكره وتصويبه في سن الحلقه من فاطمه الزهراء، تروح للنادي الاهلي، ورضوى باصه طويله لمرال تحت الباسكت لدينيه، اللي بتسجل على طول نقطتين، بتدي لها الكره هديه كده، يارا اسامه بتدي الكره هديه داخله فاتو دينيه، وشها للباسكت وضعها احسن، بتديها الكوره تسجل نقطتين. هو ده برضو اللي بنقوله للناشئين، بدل ما تاخد الكوره ولسه هتغير وضعك، شوف زميلك اللي جاي داخل ازاي، سلمه الكوره هيسجل باسكت مستريح. بينجح دفاع الاهلي انه يوقف هجمه الطيران دون فاعليه، بيستهلك زمن الهجمه، والكوره مع رضوى، وداخله رضوى وبتسجل نقطتين للنادي الاهلي، ترفع النتيجه 66-15.
مريم وائل تلعبها لهنا نبيل، فريدة كريم، فريدة تسقط الكرة لهنا تحت الباسكت وتصويبة ما تنجحش في التسجيل. تلم الكرة ميرال تلعبها لرضوى ناحية الشمال، رضوى بتطلب من يارا كده انها تسبق تحت الباسكت وبالفعل بتنفذ. شفتوا شفتوا حضراتكم، هي شايفة على طول زميلتها معدية بتقول لها اسبقي، الزون مفتوح، جريت على طول على الزون، خدت الكرة، سجلت الكرة بدون صعوبة من الدفاع. هنا ودخلها هنا تلعب الكرة بره لنورهان، ونورهان وبتحاول تسجل ولكن تاخد خطأ شخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. خطأ شخصي على فاتو ديني هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. تغيير في صفوف الطيران، بتنزل مروة الغنام وبتخرج هنا نبيل بخيت. نورهان وبتحاول نورهان في سن الحلقة تلم الكرة يارا، وخطأ شخصي على نورهان. خطأ شخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. في تغيير، لا في رميتين حرتين. طب هنا الكرة كانت فين؟ الكرة كانت في الهواء، يعني مش في حيازة حد. طالما الكرة مش في حيازة حد وفي أربع أخطاء شخصية على اللي ارتكب الخطأ الشخصي، هنا بنطبق على طول قاعدة الجزاء برميتين حرتين. هي لعبت الكرة خلاص، الكرة في الهواء مش في حيازة حد، وهي بتلم الكرة خبطتها زي ما حضرتك شفتوا كده في راسها، نفس الإشارة اللي أعطاها الكابتن خالد الجمل. شايف كده في ركن الصالة سيادة النائب معالي الوزير العامر فاروق بيتابع المباراة، نائب رئيس النادي الأهلي، ودخول من ميرال وبتسجل نقطتين. وبتنتهي أحداث الفترة الثالثة أعزائي المشاهدين والمتابعين بتقدم النادي الاهلي 71-15. دقيقتين ونرجع لحضراتكم مع بدايه احداث الفتره الرابعه. والكوره مع النادي الاهلي، بيكو بتعدي من ناحيه اليمين تلعبها في نص الملعب لدينا تحت الباسكت لفاتو اللي بتسجل نقطتين ترفع النتيجة ل 73-15. مريم وائل بتعدي نص الملعب، مريم بتعمل لها ستار مروة وتصويبة في سن الحلقة، ترد الكرة للنادي الأهلي ومخالفة المشي بالكرة على فاتو. مخالفة المشي بالكرة، استلمت الكرة ورجعت كده لورا، يعني لو شفناها في الإعادة هنشوف هل حركت القدم الثابتة ولا لا، ولكن في النهاية قرار الحكام ليس عليه كلام. بنجدد زمن الهجمة هنا لأن الكورة اصطدمت بقدم جيدة خالد وخرج التاني خارج الملعب، يعني 14 ثانية. والكورة مع بيكو، وهجمة سريعة وداخلة دينا، داخلة دينا، داخلة دينا، وبتسجل دينا نقطتين ترفع النتيجة 75-15. دينا عمرو كابتن فريق النادي الاهلي، وباصه تقطع، تقطعها بيكو تروح لدينا، لبيكو تاني، وتعدي نص الملعب وداخله وتسقط الكوره لندى، وندى خطفيه عكسيه ما تنجحش في التسجيل، ترجع تاني الكوره لندى، تطلع الكوره بره تروح لجيده، وجيده لبيكو وتصويبه في سن الحلقه من بيكو، تروح الكوره للطيران فريده كريم وبيوقفوا على طول الملعب، لقوا جايدة وقعت وسامع انا صوتها من هنا بتقول اه تقريبا، يعني بنقول سلامات، رجليها اتجزعت او حاجه، بنقول سلامات على طول، وقفوا الملعب عشان يطمنوا على زميلتهم. وهي دي الاخلاق دايما اللي احنا بنلاقيها في ملاعب كره السله موجوده، هي رجليها لفت اهي من غير ما حد يجي ناحيتها، بنقول لها سلامات، سلامات يا جايدة، ان شاء الله هتقومي وتكملي. نزلت دكتورة مروة تطمن،
وزميلاتها بيقوموها، وألف سلام عليكي، وإن شاء الله هتكملي الفترة الرابعة. يمكن الحضور في الصالة بيحيوها، فعلا أداءها طيب. كابتن طارق نازل يطمن عليها وبتشيلها، بتشيلها ندى نافع وبتخرج بيها خارج الملعب. هنا في الحالة دي بعمل ايه؟ بلعب الكرة تاني الهجمة تاني بزمن هجمة 24 ثانية كاملة تاني، لان من المنطقة الخلفية الملعب كان وقف عشان المنافس. يعني الكرة ما زمن الهجمة زي ما هو كامل بالنسبة للطيران. مريم وائل تلعبها بره لنورهان، وتصويبة من نورهان بعيد عن الحلقة. تلم الكرة فريدة وائل تلعبها لبيكو، وتسقيطه لفاتو ومحاوله، ولكن بتخبط في ايد مروه الغنام وتخرج خارج الملعب اوت سايد على الطايره. بيكو هتطلع الكوره، دينا داخله، دينا تقف على خط الرميه الحره وبتصوب، بتنجح بالتسجيل نقطتين 77-15. مريم وائل الطيران تلعبها ناحيه الشمال لفاطمه الزهراء، تردها ناحيه اليمين لشهد، تحت الباسكت لنورهان، تتقطع منها الكوره تروح للنادي الاهلي. بيكو تلعبها طويله لندى، ولكن بعيده عن ندى خارج الملعب اوتسايد. مريم وائل ترفع ايديها بالخطه اللي هيلعبوا بيها، تلعبها لشهد احمد ناحيه اليمين، ولكن خطا شخصي الكابتن خالد الجمل من الحكام الدوليين الصاعدين المميزين. يمكن كان واخد فرصته في الدوري الممتاز قبل ما يحصل على الشاره، وهو حكم درجه اولى اثبت كفاءته. مريم وائل شاهد احمد، تتقطع الكوره تاخدها فريده وائل، فريده بتعدي تلعبها لفاتو، ولكن خارج الملعب اوتسايد، بتخبط الكوره في دفاع الطيران وتخرج خارج الملعب اوتسايد. بيكو هتطلع الكوره، تلعبها لندى اللي بتلعبها لفريده، وفريده لقت الزون مفتوح وداخله على الباسكت، ومحاوله في سن الحلقه تلمها ندى، ومحاوله ثانيه، ولكن تخرج الكوره خارج الملعب اوت سايد على فاتو دياني. شاهد احمد، مريم بتعدي نص الملعب، مريم تلعبها لشاهد ناحيه اليمين، سقطها لنورهان لمريم، تعكس الملعب لشاهد وتصويبه ثلاثيه ثلاثيه شاهد احمد، بتنجح شاهد انها تدخل نادي الثلاثيات النهارده. يبقى الطيران في ثلاثيتين شاهد ونيره، والاهلي في خمس ثلاثيات، ميرال اشرف ثلاثيه، وسرية ثلاثيه، وجيده ثلاثيتين، وتمارا نادر ثلاثيه. تصويبه قصيره من فاتو، ولكن خارج الملعب اوت سايد لصالح الطيران. في تغيير، بتنزل هنا نبيل بخيت، وبتخرج فاطمه الزهراء جمال. مريم تلعبها لنورهان، ونورهان بتحاول تعدي وتسقط الكره تحت الباسكت، وخطفيه من مروه الغنام ما تنجحش في التسجيل، تروح للنادي الاهلي. بيكو، وبيكو داخله لها ندى،
تلعبها لفاتو ومخالفة المشي بالكرة. مخالفة المشي بالكرة على فاتو. مريم تطلع كرة تلعبها لشهد. شهد لمريم. تحت الباسكت تطلع تاني بره وتصويبه بعد جنب الحلقة تلمها بفاتو. فاتو لبيكو. بيكو كانت عايزة تجرب حظها كده لقيت الزون اتفتح دخلت ولكن بتلعب الكرة بره تتقطع الكرة تروح لمريم. ومريم مستنية حد يجيلها بتجيلها هنا نبيل بخيت اللي بتصوب بعيد عن الحلقة خارج الملعب اوت سايد. اوت سايد على الطيران. الكرة مع بيكو. بيكو لدياني لندى لبيكو لدينا عمرو تصويبة ثلاثية ثلاثية دينا عمرو كابتن فريق النادي الأهلي 80-18 وفاضل 3 دقائق و20 ثانية على نهاية المباراة. والكرة مع مريم تلعبها لنورهان وتصويبه من شهد بتنجحش في التسجيل بتدخل تحاول تلم الكرة ولكن تروح للنادي الأهلي. بيكو بتعدي بيكو وفي صفارة لصالح فريدة وائل. هنشوف خطأ شخصي. ثلاثية دينا ولا أروع. خطأ شخصي من الحد الجانبي. الكرة مع بيكو داخلة بيكو سقط الكرة لدينا ومحاولة ولكن خطأ شخصي. خرجت مريم وائل من الطيران. نشوف مين نزل مكانها. نزل مكانها نيرة محمد. بتصوب الأولى ما بتنجحش في التسجيل هتصوب الثانية. ما تنجحش في التسجيل. والكرة مع نيرة. نيرة بتعدي. تقف على كرتها تلعبها ناحية الشمال لهنا لنيرة تاني لهنا نبيل. وهنا بتصوب تصويبة متوسطة بعيد عن الحلقة ما تنجحش في التسجيل ومحاولة تاني. ولكن تقطع منها الكرة دياني ودخول على الباسكت ونقطتين وخطأ الشخصي لصالح دينا عمرو هيستوجب رمية حرة إضافية. شوف كده قرار الحكم. داخلة دينا هي على الباسكت وفي التحام قوي. خطأ الشخصي ورمية حرة إضافية. بتنجح تسجيل رمية الحرة الإضافية ترفع نتيجة ل 83-18. والكرة مع نيرة. تلعبها لشهد ناحية اليمين لنيرة تاني. لهنا بخيت. لنيرة لشهد اللي بتصوب بترشق الكرة لتاني مرة ما بين الحلقة والباسكت. هنا يبقى فيه احتكام لسهم الحيازة بزمن هجمة 14 ثانية لو المهاجم هو اللي هياخد الكرة أو يعني الفرقة العكسية يعني. بالفعل الطيران ولكن ما بتنجحش إنها تمسك الكرة. أنا نبيل تخرج خارج الملعب أوت سايد للنادي الأهلي. بيكو تحت الباسكت طويلة لدينا عمرو اللي بتسجل نقطتين. وبرضه بأكد تاني بنحيي دايما اللي بيباصي الكرة بيبقى شايف زميله فين واخد مكان كويس بيبصيله في حتة كويسة بيقدر يسجل منها على طول. طبعا بنقول الكلام ده ليه لان في بعض الناشئين هياخد الكرة دريبل على طول دريبل دريبل من غير ما يبص للملعب بيكون الهجمة راحت من زميله او المكان المتميز اللي زميله واخده تكون الهجمة راحت ما يقدرش يسجل. انما لما اشوف زميلي في مكان كويس على طول اول ما استلم الكرة ابصيله بيسجل بسرعة وهنا بيريح الفرقة كلها. الكرة مع الطيران. هنا نبيل بخيت
بتلعبها بره لشهد اللي بتصوب وبتسجل. هنا برضو باصه جميله من هنا شافت على طول شهد فكان مميز، ادتها الكره وسجلت نقطتين. 85 20 85 20 واعتقد الكابتن طارق خيري طلب من لاعباته خلاص التوقف، وبكده بتنتهي المباراة أعزائي المشاهدين والمتابعين بفوز النادي الأهلي 85-20 الطيران. إلى أن نلقاكم في مباريات أخرى، لكم تحياتي، كان معكم معلق رياضي دكتور وائل أبو العزم.